الله. شحال هذا اخويا؟ شحال قلت لي؟ 152 خلاص. 152 7000. ها انتم اخوتي تبارك الله مليح. اللهم بارك اخوتي مليح تبارك الله. انا اخوتي اللي خاصه شحال الرقم؟ قول لي الرقم ديال الهاتف ديال 0677 98 57. ها انتم اخوتي تبارك الله. اش داير في السن؟ 97 57. عاود لي الرقم باش ما نتلفوش. 67 45 98 57. هاكا قول القناه ديالك. قول القناه ديالك محمد الداودي. محمد الداودي. ها انتم اخوتي محمد الداودي. اش داير في السن هذا؟ الله كثرت نيات ولكن حاولي تبارك الله مليح. وا عبد الله تراك مشهور. عبد الله الله يحفظك خويا. مليح مليح. قول لي سير سير عبد الحق. سير على اليسر. سير عبد الحق انت اللي غتعطي علامه البصمه. الماركه ديال ولاد بابالي. واشرب تغدى اشرب. آه. ناس راه مكرمه ناس راه عمر دار. آه. سلعتهم نقيه ياك عبد الحق. ديت سلعتهم تقريبا الكوري النص ديالهم من عند ولاد الدولي. آه. الله يعمرها مليح والله حتى مليح. وكتباع بسرعه السلعه حليب كتباع. اللهم بارك. عندنا 15 يوم فيها غاليه. شوف فيها غاليه تباع. وكاين السلعه اللي كديها من عند شي واحد اخر ديها رخيصه. كتوعر لك فيك ولاني راه القلب صافي. القلب صافي كنبيع لك. نقول لي الله يربحك من داخل. علاش كيعجبني هذا؟ خصوص هذا هذا نتفق على هذا. عنده واحد الابتسامه واحد طريقه البيع زوينه. تماما كترتاح ليه. كترتاح ليه. اها. واش بالك انت في الحول يا عبد الحق؟ اجي حدايا خصني نصور. اجي اجي هضر ولا تقول لي هكا. هضرت عليه هضرت عليه. حولي مليح الله يسخر ليه مقسم. الله يحفظك. اذا اخوتي كما كتشوفوا هذا الحولي مليح تبارك الله. كما قال لكم ولد بابا علي راه شكره والمليح راه كيبغي مولانا. وتحيه لك اخويا باش ما نطولوش الفيديو. اه دخلوا عند القناه. قول لي فكر محمد الداودي راه تبارك الله عنده المليح والله يسر ليه. والى اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم اخويا.